دلوقتي احنا نقعنا الكوارع في الليمون وهنشطفها كويس، قلنا هنغسلها كويس اوي عشان يبقى فيها رم، قلنا غسلاها ونقعتها في ليمون. دلوقتي بعيد تاني غسلها اهو، بصوا ريحتها بقت جميلة عشان الليمون بيخلي ريحته حاجة حلوة. هنغلي ميه حبتين، حلة هنحط الكوارع فيها غدوة هتتربي ميتها، وحلة هنستوي فيها الكوارع حاجتها عشان لو في أي ريحة تطلع من الكوارع وتدي كأنك بتاكلي لحمة جميلة وحتى زي الفل. أنا حتى اللحمة بعملها كده، بصوا أهي طلعت منها أي رمل. برضو عندي ليمونة هعصرها، وهرجع أغلي المية تاني ونعيد الكرة لما تبقى الدنيا عندي فل. خلاص ملت المية زي الفل اهي، هنحط الليمونة ونشوف الدنيا بقى ايه. هنروح للحلتين نشوفهم، هرمي فيها جزر اهو، بصل وبصل اخضر وكرفس وثوم، وهسيبهم وهحط حبة هين، هحط حبة هين دي مستكة هحطها بس لما المية تغلي، وهحط حبة هين هضيف حبة هين اهو. هضيف شوية حبة هام وهحط ورق لورا في المحل التانية، وهحط هنا برضه ورق لورا. هنا هنغسل الكوارع، هنكمل بس اهي اخد تاني الكوارع لما تبقى ميتها زي الفل اهي كده. شوف المية شكلها ايه، هذه المية اللي انا نقع فيها الكوارع بالطفولة ده. هعمل كده ستوب، تستقى 5 دقايق وراح حطها في المية. هذه المية اهي دي هغسل فيها كده، تاخد غلوة الكوارع فيها للغسيل مش للسليق، السليق التاني. حطيت فيها الجزر وورق اللورة وتغلي كده، حط فيها مستكة كمان، وهنا برضه حط حبة هنا ورق لورا، والدنيا تبقى زي الفل. هنقلهم هناك تبقى ريحتهم فل. بصوا اول غسله اتغيرت لونها ازاي الحاجه، بصوا ده غسيل اللي انا اللي انت شايفاه ده غسيل الكوارع. بشيل الغطا بتاع الميه، هحط ايه، هحط ليمونه وشرايح جنزبيل، وحطيت مستكه، وهنحط معلقه سكر، حوالي معلقة سكر كده هنحطها. بس دي هتاكلي احلى كوارع ان شاء الله. دي الكوارع هاخد المية دي هغسلها
دي الكوارع دي مش هغسلها تاني، يعني هاخد الميه دي ادلقها واحطها في مصفى وارجع احط الكوارع في شوربتها الاصليه. اهو هنعري الحله وهسقط الكوارع فيها. دي الكوارع هتستوي هنا، لو اقول لك ريحه الشوربه تجنن. بسم الله ما شاء الله ريحتها تحفه بالهنا والشفا. واسيبها ساعه او نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده اوطي عليها واسيبها براحتها بقى تستوي. وقت ما تستوي انا مش مستعجله عليها، بس هتاكلي احلى كوارع. الكوارع استوت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، بقت تحفه. هحط لها حوالي معلقتين ملح كده، ملح وشوية فلفل اسود بالهنا والشفا. بصوا الكوارع شكلها ايه، بصوا زي الفل ازاي، بصوا استوت ازاي، بصوا انا موطيها زي الفل المدمس. بصوا الكوارع بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها زي الفل بالهنا والشفا. الكوارع خلصت كده وهنغرفها. الكوارع خلصت اهي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها جميله ازاي. تعملي منها فته بقى ما تقوليش لعدوك عليها، تحفه بسم الله ما شاء الله. بصوا زي الزبده لما بتوطي عليها، كانك بصي عامله زي ما زي الفول المدمس لما بتدمسيه، متاخدش منك وقت وبتستوي بسرعه. بصوا يعني وطعمها جميل تحفه. وادي الكوارع بصوا، طبق كوارع بالهنا والشفا، احلى طبق كوارع بألف هنا وشفا. واللي عايز الطريقه ان شاء الله هيلاقيها على اليوتيوب. دي الكوارع ممكن تعمليها طاجن، ممكن تعمليها فته، ممكن تعمليها زي ما انت عايزه، بس كوارع طبق كوارع بصي من الاخر ما تقوليش لعدوك عليه، بألف هنا وشفا. خلينا الكوارع وحطينا لها الكرفس وبألف هنا. بصوا احنا خليناها بقت شوربة بالكرفس وبالهنا والشفا.